ماركت هذا عنده لوبيا بالشيشة مسلوقة. شلون حمص فاصوليا؟ اسمه ماركت. ايش قد قلت لكم يا ذاك اليوم ما حفظ. اهل عادي يعني اللي يفشر على اهل عادي ما عنده يعني حدود ما مهتم غيره ماكو يعني شايلها وذابها هي نقطة. مرة تصعد وياك تفشر عليها تتخسر تتخسر والله قلبي احترق عليهم ليه هسه. بس هي شو اللي تصعد وياه هي رايدة والله. شنو مشاهدات هاني مشاهدات تخليني اكون بيجي موقف ليش على شنو ابن منو هي هاني مشاهدات مشاهدات بالفشاير عن النساء ويأذي حياءها هي هاي مشاهداتك يجرح حياء امرأة ياخذ له 10,000 كي المحترمة مو بلبسها المحترمة بشخصيتها بعقلها اجمعها عليها تي 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 دقيقة شوفوا هذا هذا راح احميه وادير عليها ماما موجوده باوعي من هذا جبت لك الجازي جبت لك والي من هذا هذا هواية لا عوفي الماي ما ادير كل الماي راح ادير منه شوية ماما عوفي الماي الماي راح ادير منه شوية بعد بسكت جبت لك هذا اللي شو الي تيتي اجيب لك معكرونية حق اريد البسكت ايه هو اي قلت جبت لك راح انطيش هذي راح انطيش هذي راح انطيش هاي همينه معكرونه ملولوه تمام ماما قاعده تشوف البث وتراسلني واتس راح اعطيك هذه بس ترى هاي تصير هوايه خلي نصها تصير كلش هوايه هي اريدها قد موتني ضحك اعطيت شكر جبت شكر كوما تكون علي يبو 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 باعي انطيت شكر ترى عندي بني وعندي هذا هذا فاتحته
هذا فاتحته وعندي ذني. اعطيك شكار جيبي اريد معاي. اعطيك شكر لو عندك. اي اريد شكر. ماشي لعد اجيب لك ذني. تشوفي ما مدرت نص الماي مو كله. تمام اجيب لك ذني والمعكرونية. انا يمي الاسواق اللي اريد اخذ. اعطيك كوبا اجيب لك كوبا. دبس راشي كوبا كوبا حليب اجيب لك. لا لا تخبلين يا روحي ام شوين قاعده كل شيء ما عندي شو عندي كل شيء عندها. بقي نسبه الملح غطي الجدر. ماما كل شيء عندها. عندنا هناك غرفه مسويها للمونه مسوي الغرفة مخزن بيها زيت وبيها كل شيء. بس اكو اشياء مثلا ماما تشتهيها يخلص عندها شكر تسوي. اكو اشياء تشتهيها فاسالها هذني اشياء هي تحبن. ماما يابسة هاي راح اغطيها واتركها شوية. راح اجيب الباسطرمه المصطفى. انا ما اكلها بها ثوم. اكلتها مره وعانيت. قولي للمصطفى راح اجيب له الباسطرمه. اتاني مخلص الليل. ها وراح اجيب لك السبيانار راح اخذ منه واجيب لك نص. راح اطلع الفوق اخذ منه وانطيك نص الي نص الك سبيناخ وآلي. اخابر للصبح مغلق تليفونك. ياي 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 طيب الباستر ماي. اخذيها البيت وروحي مو اليوم بدي اروح اليوم. اجلت قلت لها مامي الحين نايمة حتى ما فتحت باب. من بيا حلوة مر اودي لهم اياها. وكو ايام ما رحت للبيت لان موصية مندوبين وموصيتهم على عنواني. فالشركة تدز مندوبين لفلان منطقة ومندوبين لفلان منطقة كل من بمنطقته. فطالما طلع لي اذا غيرت المنطقة يعني الحاجة مالتي رجعوها المندوبين للشركة. ثاني يوم تطلع لي المنطقتي الثانية مثلا. وانا انتظر يوم فكنت الايام اللي فاتت كنت موصيه مندوبين.